السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. الكويت تجدد وقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. ناطق الجيش: ميليشيا الحوثي استغلت الهدنة الأممية بشكل همجي وتواصل التصعيد والخروقات. المجلس الانتقالي يضع عينه على محافظة المهرة بهدف السيطرة وتعزيز مشروع التفتيت. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. جددت الكويت وقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعم الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب. جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك وتسليمه نسخة من أوراق اعتماده كسفير لدولة الكويت. وأكد السفير الكويتي لدى بلادنا فلاح الحجرف أكد عزمه توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين نحو المزيد من التقدم والازدهار ودعم بلاده الثابت لمجلس القيادة الرئاسي. أكد الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبد عبدالله مجلي التزام الجيش الوطني بوقف إطلاق النار وفقا للهدنة الأممية المعلنة وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية. وقال مجلي في إيجاز صحفي بأن ميليشيا الحوثي استغلت أيام الهدنة بشكل همجي واستمرت في تصعيدها واستهداف المواقع العسكرية والأعيان المدنية وتسببت في استشهاد وإصابة العشرات من أبطال الجيش والمدنيين. وأحيى مجلي أبناء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في متارسهم بمختلف الجبهات والثغور وبطولاتهم في مواجهة ومجابهة ميليشيا الحوثية الإرهابية. وأوضح مجلي بأن الميليشيا الحوثية ارتكبت 1436 خرقا للهدنة خلال 26 يوما في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مارب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة وأبين وصعدة. وأشار مجلي إلى أن الخروقات الحوثية شملت استهداف مواقع القوات بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة والدفع بمعدات قتالية ومحاولة التسلل واستهداف مواقع بالطائرات المتفجرة. قال عضو الفريق الحكومي المفاوض بشأن فتح منافذ تعز نبيل جامل، قال إن الفريق الحوثي أعلن رفضه مناقشة فتح المنافذ إلى تعز وربطها بجملة من الاشتراطات التي وصفها بالمجحفة وغير الإنسانية. وأوضح جامل في تصريح لمارب بيرس بأن الاجتماع المقرر هذا الأسبوع في الأردن هو للجنتين العسكريتين فقط المختصة بالهدنة وتمديدها والخروقات، أما فتح الطرقات بتعز فقد رفض الحوثي مناقشتها أو التفاوض بشأنها وربط ذلك بقضايا ومطالب أخرى. وأشار جامل إلى أن جماعة الحوثي ربطت مناقشة حصارها لتعز بدفع الرواتب والفتح الكامل لمطار صنعاء ودخول شركات نقل أخرى ومطارات جديدة وسيادة كاملة على المطار ودخول عدد أكثر من السفن. وأعرب جامل عن استغرابه الشديد من رضوخ مكتب المبعوث الأممي لكل طلبات الحوثيين، مؤكدا أنه منذ شهر إبريل لم يتم تحقيق شيء يذكر في ملف حصار تعز. قال نائب الأدمير ألبراد كوبر قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها صادروا نحو 9000 قطعة سلاح في عام 2021، ما يعادل 3 أضعاف ما تم ضبطه في العام 2020. وأوضح القائد العسكري بأن غالبية الأسلحة التي تتم مصادرتها يتم ضبطها على ممرات مستخدمة للتهريب من إيران وفق ما تم توثيقه، مشيرا إلى أن الشحنات التي تم ضبطها هذا العام تضمنت صواريخ أرض جو وأجزاء من صواريخ كروز. وأكد قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن منطقة الشرق الأوسط، وأفاد بأن الجهود المشتركة لمكافحة التهريب أدت إلى ضبط مخدرات تعادل قيمتها 700 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر 18 الماضية في شمال بحر العرب وخليج عمان.
بخطوات محمومة تعمل ميليشيا الحوثي على استنساخ التجربة الخمينية المفخخة وتعميم الصرخة الإيرانية في المدارس التي تقع في مناطق سيطرتها كمدخل لنسف الهوية اليمنية وتفريس الجيل، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويوجب على الشرعية التحرك العاجل لاستنقاذ الجيل والهوية. نتابع. مع كل صباح يشرق بالحياة يرغم الحوثيون الطلاب أن يصرخوا صرخة الموت، يتنفس الصباح فينفس أذناب إيران عن غضبهم على المجتمع عبر اللعن والصياح، لكن خلف الصرخة المفروضة على طلاب المدارس ما هو أبعد من التنفيس عن الكراهية وأخطر من كل جرائم القتل الميليشاوية. ففرض الصرخة الخمينية الإيرانية ليس اغتيالا لبراءة جيل واحد بقدر ما هو اغتيال للهوية اليمنية، أو هكذا يريدها منفذ الخطة الإيرانية السلالية. الخطة التي يعد فرض صرخة الموت أحد أساليبها للسيطرة على عقول الصغار وقيادة الجموع وفقا لسياسة القطيع. ومع الصرخة الإيرانية تتكاثر الطقوس التي لم يعرفها اليمنيون لقرون، ويرى اليمنيون في وطنهم من الممارسات الإمامية الإيرانية ما كانوا ولا يزالون منها يسخرون. فرض الحوثيين طقوسا واحتفالات ولطميات ومشاهد إيرانية بحتة دفعت كثيرين للتساؤل مرارا، هل باتت صنعاء جزءا من طهران؟ تساؤل، وبقدر ما يتولد من المشاهد المستنسخة من إيران لفرضها على اليمنيين، إلا أن خطرا أشد يغتال الحاضر ويئد المستقبل متمثلا في ممارسة الميليشيا الحوثية المتعلقة بتغيير المناهج لتغدو نسخة من المناهج الإيرانية رغم أنها مكتوبة بلغة عربية. فهناك وعلى صفحات الكتب المدرسية تكتب الميليشيا الإمامية فصلا جديدا من فصول الكراهية والشتات، وتغتال الهوية اليمنية لصالح الهوية الإيرانية، وبدون استنقاذ عاجل للهوية اليمنية وأجيالها الجديدة ستفقد المنطقة هويتها العربية بفعل الزوائد والأورام الميليشاوية الإيرانية التي تفرض هوية إيران بقوة السلاح. أعلن الجيش الوطني إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له بأن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة للميليشيا الإرهابية في عقبة منيف شرقي المدينة. يأتي ذلك ضمن الخروقات الحوثية المستمرة للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن منذ مطلع إبريل الماضي. اطلع فريق حكومي من محافظة مارب على تجارة عدد من المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية في العاصمة الرواندية كيغالي، وذلك ضمن برنامج زياراته الرسمية لرواندا التي تستمر عدة أيام. وزار الفريق الحكومي العديد من المؤسسات والمنشآت الحكومية والخدمية ووقف على أنشطتها وآليات عملها وإمكانية الاستفادة من هذه التجارب. والتقى الفريق الحكومي عددا من المسؤولين الروانديين واستمع إلى شرح موجز عن تجربتهم في إعادة الإعمار وبناء وتشييد المدن الحضرية ومشاريع إعادة تأهيل المناطق العشوائية والأسواق الشعبية وتحسينها وإيصال الخدمات الأساسية إليها. أعلن المجلس الانتقالي عن مساعيه للسيطرة على محافظة المهرة، وذلك بعد أيام من استكمال سيطرته على محافظتي شبوة وأبين. وزعمت ميليشيا الانتقالي وجود تحركات عسكرية لبعض القوى في محافظة المهرة، وهي ذات التهم واليافطات التي يستخدمها الانتقالي قبل إقدامه على أي عمليات عسكرية أحادية تكرس واقعا نقيضا لمسار مجلس القيادة الرئاسي المعلن. وتأتي تحركات الانتقالي بعد تمكن تشكيلاته المسلحة من السيطرة على محافظتي شبوة وأبين على التوالي، وإخراج القوات الحكومية منها في ظل صمت مطبق لكل مؤسسات الدولة السيادية. ويرى مراقبون أن تحريض الانتقالي على محافظة المهرة مقدمة لاستنساخ تجارب شبوة وأبين وسقطرى وعدن وتعزيز مشروع التفتيت.
تواصل التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن اختطاف الصحفي أحمد ماهر منذ 6 أغسطس الجاري على خلفية نشاطه الصحفي. وجددت منظمات حقوقية وناشطون جددوا المطالبة بالإفراج عن الصحفي أحمد ماهر، وشددوا على وقف الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين اليمنيين على خلفية عملهم الصحفي، وحذروا من استمرار حالة التدهور في منظومة الحقوق والحريات. كما طالبت النقابة بإطلاق سراح جميع الصحفيين والمحتجزين تعسفيا في اليمن، واحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات اليمنية. قالت مصادر محلية وأخرى صحفية بأن ميليشيا الحوثي داهمت يوم أمس منازل المواطنين في منطقة عيال حسين بعزلة بني علي، وأطلقت النار على النساء والأطفال، ما أدى إلى إصابة 3 نساء وطفلين بجروح خطيرة. وأوضحت المصادر أن الحملة الحوثية على المنطقة بقيادة المشرف الحوثي علي أبو مريم فرضت حصارا على منطقة عيال حسين على مدى 3 أيام قبل أن تقتحم المنطقة يوم أمس، وقبل أن تنفذ حملة مداهمات واختطافات وإطلاق نار عشوائي على الأهالي. في كل موطئ قدم من مناطق التسلط الحوثي المسلح صرخات مظلومين وأنات مقهورين ودموع مكلومين وحكايات مريرة من المآسي. نتابع. ما من جريمة حرب وانتهاك ضد الإنسانية وإرهاب منظم إلا وميليشيات الحوثي تتصدر سجلاته بأرقام فوق قياسية وبمستويات عنف منقطع النظير. هدر كرامة الإنسان اليمني واستباحة حقوقه ودمه وماله وعرضه وأرضه، والتفنن الممعن في إذلال المواطنين العزل والاستلذاذ بعذابات الضحايا والتباهي بسحق القيم الإنسانية والأخلاقية وحرمات الله والناس المغلوبين على أمرهم. ولقد بلغ الطغيان الحوثي مبلغاً ليس بعده إلا الزوال، وانتفاضة شعب غاضب تتناضج فيه أنات الصامتين إلى بركان لن تطفئ حممه إلا عدالة القصاص ومشانق الثأر، وقد استوى حبل أنشطتها على رقاب الظالمين. اليمن يدور والأيام دول، والدهر هبة بهبة، ولئن اتكلت ميليشيات الحوثي اليوم على قوة العدة والعتاد وفرص التمكين الداخلي وحظوظه الدولية، فلن تجد في غد قريب من يعصمها من الطوفان الذي تربي اليوم كل عوامل فيضانه بمظالم الآخرين. 7 سنين يابسات وهذه ثامنتها، استفرغت فيها ميليشيات الحوثي كل أحقادها التاريخية وضغائنها الطائفية وأمراضها الإيدلوجية ضد المجتمع اليمني، فذاق من ويلاتها ما لم يتجرعه شعب آخر من غصص الجحيم وقبائح الظلم والاضطهاد والعدوان. يوما ما، وهو لعمري جد قريب، ستدفع الميليشيات الإجرامية فاتورة قضائية باهظة على كل جرم وخطيئة اقترفت أو زارها ضد شعب حر كريم علمته دروس التاريخ ألا ينسى بعد الحوثيين شوكة أدمت قدمي، فكيف بالألغام وناسفات البارود المضادة للأفراد؟ كشفت مصادر تربوية في العاصمة صنعاء عن عملية تلاعب غير مسبوقة شهدتها نتائج امتحانات الثانوية العامة هذا العام في عموم المدن الواقعة تحت نفوذ ميليشيا الحوثية الانقلابية. وأكدت المصادر تلاعب شقيق زعيم التمرد والانقلاب الحوثي بنتائج امتحانات الثانوية العامة في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، واتهمت المصادر كل من يحيى الحوثي وقاسم الحمران بالتلاعب المتعمد بنتائج الطلاب واستخدامها لتحقيق أهداف عنصرية سلالية. تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية حربها وتدميرها للتعليم الجامعي بوتيرة عالية، وذلك للقضاء على ما تبقى من رمق فيه بالتوازي مع تحويله إلى مورد للجبايات والنهب وساحة لنشر فكرها الطائفي الإيراني. نتابع. وسعت ميليشيا الحوثي الإنقلابية من إجراءاتها لتحويل التعليم إلى سلعة في سياق السعي لجباية المزيد من الأموال، وهو الأمر الذي حرم آلاف اليمنيين من الالتحاق بمقاعد الدراسة الجامعية في ظل إغلاق عشرات الأقسام وفرض رسوم باهظة في الكليات والأقسام التطبيقية.
وأقدمت الميليشيات الحوثية في محافظة دمار على رفع رسوم الدراسة بكلية الطب البشري في جامعة المحافظة إلى 27,000 دولار أمريكي عن سنوات الدراسة الست، شريطة أن يدفع الطالب الرسوم دفعة واحدة. وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا الإجراء كان قد سبقه بأيام قيام المدعو محمد البخيتي المعين من قبل الميليشيات الحوثية محافظا للمحافظة باقتحام مباني كليتي التربية والآداب في جامعة دمار وإغلاقهما واعتقال أفراد حراستهما بحجة أنها تابعة لوزارة التربية وليست للجامعة. وشكى أكاديميون وموظفون وطلاب بأن جامعتهم لا تزال حتى اللحظة تعاني من ابتزاز وفساد ونهب منظم جراء استمرار صراع أجنحة الميليشيات في المحافظة وتحكم بعض القيادات البارزة الحوثية في عملية التسجيل وإقرار المناهج الدراسية والإشراف المباشر على كافة الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجامعة. وذكر طلاب وأكاديميون أن تلك الإجراءات تضاف إلى سجل الميليشيات الحوثية الحافل بممارسات الفساد والابتزاز والقمع والانتهاك بحقهم وبحق جامعتهم، ووسيلة جديدة هدفها احتكار الجماعة لمقاعد الدراسة في كلية الطب لصالح أبناء قيادتها والمنتمين إلى السلالة الحوثية وزيادة حجم الإيرادات المالية التي تسخرها لصالح مجهودها الحربي. وقدم ناشطون مقارنات بسيطة بين رسوم الدراسة في كلية الطب في بعض الجامعات الأوروبية وبين الرسوم المفروضة حاليا على الطلبة في جامعة دمار الحوثية، موضحين أن تكاليف إجمالي سنوات الدراسة في كلية الطب في أوروبا يساوي 11,000 دولار، أي أن دراسة الطب في جامعة دمار ستكون الأغلى من كل جامعات أوروبا. وعلى مدى السنوات الماضية واجهت العملية التعليمية صعوبات واختلالات وعانت في ذات الوقت من تدهور كبير جراء مواصلة الميليشيات الحوثية لجرائمها وتعسفها وانتهاكاتها بحق هذا القطاع ومنتسبيه. وعمدت الميليشيات الحوثية إلى ارتكاب أبشع الجرائم والممارسات بحق المؤسسات التعليمية العليا، وعملت أكثر من مرة على انتهاك حرمة جامعة صنعاء وجامعة خاصة وحكومية أخرى بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها، إضافة إلى تحويلها إلى مسرح للطائفية والعبث والنهب. أعلنت نقابة المعلمين في محافظة تعز تعليق الإضراب اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بعد أيام من إعلانها بدء إضراب شامل للمطالبة برفع مرتبات المعلمين وصرفها بشكل منتظم. وأوضحت نقابة المعلمين في بيان لها بأن قرار تعليق الإضراب جاء على خلفية التوصل، وحيث توصلت لاتفاق مع السلطة المحلية في تعز على تشكيل لجنة لمتابعة حقوق المعلمين والتربويين برئاسة وكيل أول المحافظة عبد القوي المخلافي. في انتهاك صارخ لاستقلال القضاء في مناطق سيطرتها، أحالت ميليشيا الحوثي 5 قضاة إلى المحاكمة تمهيدا لعزلهم وإحلال آخرين يتبعون السلالة. وقالت مصادر حقوقية بأن الميليشيا الحوثية أحالت كل من القاضي عرفات قائد محمد جعفر والقاضي إبراهيم أحمد علي رزق والقاضي عفيف شريف عبد الله العماري والقاضي حازم سعيد عبد الله الحمودي والقاضي مالك علي مقبل علي باشا للمحاكمة غيابيا بناء على دعاوى تأديبية لعدم مباشرتهم أعمالهم في خطوة وصفت بالتمهيدية لعزلهم. الشباب هم عماد النهضة ورافعة التحولات والتحديث، وعادة ما يكون لهم دور بارز في صناعة السلام وتجاوز التحديات في طريق السير نحو المستقبل. معطيات وحقائق دفعت منظمة بداية لتنظيم ندوة حول دور الشباب في السلام وحل النزاعات. يعتبر 2 أغسطس يوما دوليا للشباب ومحطة للاحتفال بأدوارهم في صناعة التغيير والبناء. وانطلاقا من هذه الحقيقة أقامت منظمة بداية شباب للتنمية المستدامة ندوة حول دور الشباب في السلام وحل النزاعات.
مبادراتهم الشبابية برعاية المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني هنا سواء كان في مدينة عدن أو على مستوى المحافظات المحررة، والذي تهدف إلى بناء قدرات الشباب وإلى مساعدة الشباب في تحقيق السلام والأمن، وكذلك هي مبادرات شبابية تساعد على إيجاد مشاريع لحد ما نقدر نقول تنموية، أو تساعد في حل المشكلات القائمة حاليا أمام الحكومة، أو تقديم المساعدة والعون لمجتمعهم والسكان سواء كان في العاصمة عدن أو في المحافظات المحررة. تهدف هذه المبادرات الشبابية من خلال ما أطلعنا عليه في هذه النقطة إلى معالجة المشكلات الناجمة بعد الحرب التي دامت أكثر من 7 سنوات، وهي مبادرات ترتقي إلى مستوى تشخيص المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها السكان وإيجاد حلول اجتماعية واقتصادية إلى حد ما بمشاريع نستطيع أن نتحدث عنها بأنها تساعد على توجيه نشاط المنظمات الدولية والعربية والإقليمية في بلادنا إلى إيجاد تنموية، إلى إيجاد مشاريع تنموية مستدامة يستطيع أن السكان من خلالها أن يرتقي إلى مستوى أعلى أو إلى متقدم نقدر نقول من خلاله لتحقيق تنمية مستدامة سواء كان في الجانب التعليمي أو في من خلال الجانب الصحي أو حتى في الجانب الزراعي. كما أن هذه الندوة تأتي تكريما للجهود التي قامت بها المبادرات الشبابية عبر المشاريع التي تم تنفيذها في اليوم العالمي للشباب، ومعالجة للعديد من القضايا المجتمعية وتعزيز ثقافة السلام والتعايش المجتمعي وتنمية الوعي بالتحديات والمشاكل التي تواجه المجتمع وتقديم الشباب كمحرك للتنمية وبناء السلام. نحتفل اليوم بعدد من المبادرات الشبابية المتواجدة في عدن التي قامت بعدد من الأعمال، عدد من الأنشطة المجتمعية المميزة والمبرزة. في إطار هذا المشروع تم إعداد منظمة بداية الشباب تقديم المقترحات من عدد من المبادرات الشبابية المتواجدة في عدن في إطار الأنشطة الخاصة ببناء السلام وحل النزاعات. هذه المبادرات كان لها أثر إيجابي في إطار المجتمع سواء في الفترة الحالية أو الفترات الماضية. المبادرات كان لها أيضا فرق عمل فاعلة في الميدان، كان لها أيضا تعاون وتواصل مع عدد من الجهات الحكومية في إطار الأنشطة. نحن في إطار منظمة بداية الشباب تفاجأنا من الجهود الموجودة لهذه المبادرات، الأنشطة المنفذة في إطار المجتمعات المحلية، أيضا في إطار الأحياء، في إطار المديريات نفسها. في إطار هذا المشروع تم تدريب المبادرات الشبابية على بناء السلام وحل النزاعات وآلياته ومفاهيمه، أيضا تم تدريبهم على إعداد المشاريع ومقترحات المشاريع الخاصة ببناء السلام في إطار المجتمعات المحلية، وتم تمويل هذه المبادرات بعدد من بمبالغ مالية من أجل تنفيذ أنشطة مجتمعية. واليوم سيتم المفاضلة بين هذه المشاريع وإخراج أفضل مشروع. كانت في البداية دورة تدريبية دربونا إحنا على حل النزاعات وبناء السلام، وما بعدها كانت تفاعلنا بشكل مباشر على أرض الواقع بالعمل بالميدان. كمثل مبادرتنا عملت فعالية وسميناها رسومات السلام، وقمنا في منارة عدن شرحنا فيها عن السلام عن الطفولة، ولأنه بمناسبة اليوم العالمي للشباب شاركنا فيها الشباب. وقد عملت منظمة شباب خلال المرحلة الماضية على إعداد المبادرات الشبابية المتأهلة وتنمية مهاراتهم الحياتية ومهارات العمل وإعداد المشاريع الكفيلة بجعلهم بناة سلام حقيقيين يساهمون في الحد من العنف وينشرون السكينة في أوساط المجتمع. أمت الرحمن العفوري، لقناة سهيل الفضائية، عدن. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي محطة الكويت لتوليد وتعبئة الأكسجين بسيئون، وتعد هذه المحطة هي الأولى في المحافظة باعتبارها محطة خيرية ممولة من جمعية صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت وإدارة وتشغيل جمعية الحكمة اليمانية الخيرية. إنجاز صحي يضاف إلى مجموعة من المشاريع الخدمية بوادي حضرموت بعد أن شهدت المستشفيات الحكومية نقلة نوعية في البنية التحتية وترسيخ مداميك العمل المؤسسي. هنا مشروع محطة الكويت لتوليد وتعبئة الأكسجين الممول من جمعية صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت.
الحقيقة نحن اليوم سعداء ونحن ندشن هذا المشروع الحيوي، مشروع إنقاذ حياة الناس. في السابق لم يكن لدينا أي وحدة لإنتاج الأكسجين، وكنا نأتيبه من أماكن بعيدة. اليوم أصبح لدينا أكثر من وحدة أكسجين، وهذه واحدة من المشاريع الحيوية. أجهزة حديثة لتعبئة مادة الأكسجين لتوفير كميات من الاسطوانات بمختلف أحجامها، حيث تبلغ طاقة إنتاج هذا المصنع 160 اسطوانة أكسجين يوميا، أي ما يعادل 50 متر مكعب، ويخصص من تلك الكمية 70% بصورة مجانية للمستشفيات الحكومية لتقديم الإسعافات الأولية والخدمات العلاجية لطالبيها. هذه قدرة هذه المحطة هي 160 اسطوانة في اليوم، 160 اسطوانة في اليوم. هذه القدرة بإذن الله ستغطي جانب كثير جدا من المستشفيات، سواء كان المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة. طبعا بالنسبة للمستشفيات الحكومية يعطى اتفاق على أن هذه المحطة تعطى للجوانب الصحية الحكومية مجانا، 70% مجانا، و30% يروح تشغيل لهذه المحطة. يدار هذا المصنع بكوادر مؤهلة وإشراف مباشر من جمعية الحكمة اليمانية، حيث يسعى هؤلاء العاملون إلى تنظيم أوقات العمل لإنتاج أكبر قدر من مادة الأكسجين في وقت قياسي معقول، وهو يعد أول مصنع خيري يقدم خدمات مجانية ويغطي احتياجات المستشفيات بوادي حضرموت بشكل منتظم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. أول مصنع يدخل الخدمة في حضرموت الوادي والصحراء ويغطي احتياجات القطاع الصحي من الأكسجين الطبي، والحمد لله يعني باسم كل العاملين في القطاع الصحي باسم أبناء حضرموت نتقدم الشكر والتقدير لأخواننا وأهلنا في دولة الكويت الشقيقة. نحن مسرورون إن استطعنا أن نوفر يعني الأكسجين النقي بمكان أقرب للمرضى بحيث أنها يستفيدون منه، فنحمد الله على ذلك. في أزمة انتشار فيروس كورونا عانى كثير من المصابين من ضعف مادة الأكسجين وقلة الإسطوانات، حيث ارتفعت كمية الطلب عليه سواء في المرافق الصحية أو المصابين في البيوت. حينها تدخلت كثير من المؤسسات والمنظمات الداعمة إلى توفير المئات من الإسطوانات، وغطت أغلب المستشفيات في ربوع مناطق وادي حضرموت. فهمي برماده، قناة سهيل، سيئون. لم يكن التحصيل العلمي عائقا أمام سمية وأحمد وفاطمة عن حفظ كتاب الله الكريم، فقد حفظوا كتاب الله وحصدوا مراكز متقدمة في أوائل الجمهورية بالثانوية العامة. فنور القرآن ونور العلم صنوان لا يبغي أحدهما على الآخر. نور القرآن ونور العلم نوران استضاءت بهما حياة سمية منيف الشحري التي ختمت حفظ المصحف الكريم في إحدى حلقات جمعية الضياء لتعليم القرآن الكريم بمأرب، وحصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة لتنال مراتب التفوق والتميز في درب العلم والقرآن دون أن تفرط في أحدهما. فالقرآن نور والعلم نور والتوفيق من الله نور السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. أما بعد، إن هذا التوفيق ونجاح الذي قدمناه والذي حققناه كان بفضل الله وعونه، فله الشكر وله الحمد في الأولى والآخرة. ثم يعني الفضل كل الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لأمي وأبي، فهم كانوا العون والسند الذي كانوا عونا وسندا لي بدعائهم المتواصل وتشجيعهم الدائم وتهيئة البيئة المناسبة للدراسة والمذاكرة. فمهما بلغت من شكرهم وثنائهم فلن أوفيهم حقهم. لم تكن سمية حالة وحيدة، فأحمد علي جحيش وفاطمة مجاهد الحبابي حصدا مراكز متقدمة في الثانوية العامة، حيث حلا في أوائل طلاب محافظة مأرب، وقد ختم أحمد حفظ القرآن وتمضي فاطمة في استكمال الحفظ في حلقات الجمعية ليكون لسان حالهم لا تعارض في حفظ القرآن ونيل مراكز الصدارة في طلب العلم والتحصيل.
بدأت مسيرتي في حفظ القرآن الكريم منذ أن كنت في الصف الثامن، واستمريت لمدة سنتين في التحفيظ. وقد كان لحفظ القرآن الكريم الدور البارز في تفوقي وتميزي بعد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي وفقنا إلى ما نحن فيه. الفضل كله لله سبحانه وتعالى، ثم لوالدي حفظهم الله ورعاهم، ثم الفضل لمدرساتنا ومعلمين الذين أوصلونا إلى هذه المرحلة باهتمامهم واجتهادهم، والفضل من بعد الله سبحانه وتعالى لإدارة المركز الذي حفزونا وأوصلونا إلى هذه المرحلة. جمعية الضياء لتعليم القرآن الكريم بمأرب احتفت بتفوق طلابها الثلاثة في حفل تكريمي تقديرا لهم ولأسرهم التي أسهمت في صناعة هذا الإنجاز. فالتفوق في التعليم وإتمام حفظ كتاب الله في ذات الوقت يحتاج لجهد الطالب ودعم الأسرة. التكريم يأتي في هذا اليوم الأغر، يعني من جمعية الضياء لتعليم القرآن لأبنائها الأوائل في الثانوية الذين هم حفاظ وهم أوائل في الثانوية، وهذا يعني أننا نسير في ركب العلم، في ركب المعرفة، في ركب التنوير، في ركب تنشئة الفرد المسلم الذي يكون نافعا لنفسه، نافعا لمجتمعه، وبانيا لوطنه. يمثل هذا التفوق رسالة لكل طالب علم أن القرآن لا يقف عائقا أمام التحصيل العلمي، فحفظ كتاب الله تعالى يجدد الهمة ويقوي الذاكرة ويجعل معية الله حاضرة. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب. التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم مدير مشروع رأس المال البشري بمنظمة الصحة العالمية الدكتور نيكول، ومسؤول التدخلات الصحية لمشاريع البنك الدولي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور قحطان نجيب الشعبي، وبحث معهما عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي وسبل تعزيزها. اللقاء تناول التدخلات الراهنة للبنك الدولي في القطاعات الصحية المختلفة وأماكن هذه التدخلات ونوعيتها وكيفية تجاوز أي معوقات تعترض سير الأداء فيها. والدكتور نيكول وقحطان من جانبهما أكد على أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والبنك وبين منظمة الصحة العالمية وإيجاد قاعدة عمل مشتركة تعمل على ترجمة الخطط والبرامج إلى حيز الواقع. شهدت أسعار الأسماك في أسواق محافظة أبين ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 200% مقارنة بما كانت عليه قبل أقل من شهر، وحمل المواطنون السلطات المحلية مسؤولية الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد الضرورية، معتبرين أن لجوء التجار لاستغلال حاجة الناس والبيع بأسعار مرتفعة يأتي نظرا لعدم وجود رقابة حقيقية من قبل المكاتب المختصة بمتابعة الحركة التجارية في الأسواق. في الوقت الذي يشكو فيه المواطنون في محافظة أبين من الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد والسلع الأساسية، شهدت الأسماك أيضاً ارتفاعاً كبيراً في أسعارها بشكل منع الكثيرين من شرائها، فتدني قدرتهم الشرائية لا تتناسب مع القيمة الأخيرة للأسماك. الصيد غالي علينا في الحرارة يجيبوه، لأن في شغلة هناك لا البحار يخرج يبيعوه برخيص، احنا جعلنا غالي في الماء. هذا الدش يبقى بأربعين ألف، الدش القحش بأربعين ألف على حساب، واحنا نعلنه على حساب المواطنين. هذا بألف ريال، هذا بألف، وهذا هنا بألف ريال، وهذا هنا 500 ريال. يجيب همه يعني ها؟ هذا يجيب فائدة فيه. بعض الحين ما يجيب لنا أي حاجة، ما نستفيد منه أي حاجة، بعض الحين يعني خسارة ولا. بس هذا يصل لها، يعني هذا لقمة العيش هكذا. زيادة الأسعار في هذه الأسواق لم تقتصر على الأنواع الجيدة من الأسماك، وهي الأنواع التي وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى قرابة 15 ألف ريال، لكن الأنواع الأقل جودة سجلت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على مستوى الإقبال. السبب الرئيسي لارتفاع الأسماك هو الدولة. أول شيء الدولة لأنها ما وفرت البترول للصيادين، الصياد يخرج معه 8 دباب 9 دباب الى البحر، يخرج معه حاجه بسيط من هذا يجي يتمسك عليها. وثاني حاجه، السبب الثاني الشركات،
زيد الشركات الخليجيه. ايوه على الصيد الباقه. الصيد صباح صباح الباقه بالكيلو تبتاع. احنا كنا اول نشيل الديش ب 8000، الان ب 50000 يطلع الديش الباقه. من سبب اول عقد الدوله هي اللي قايم على المفروض انها توفر البترول للجمعيات للسمكيه قبل كل شيء. لو كان الدوله يعني وفرت لهم البترول ها بيكون يتساعد معنا البحار. ارتفاع سعر الأسماك في المحافظة التي تمثل فيها الثروة السمكية أهم مصادر الدخل لنسبة كبيرة من سكانها جعل المواطنين يحملون السلطات المحلية مسؤولية الفوضى التي تعيشها الأسواق، إذ أن من غير الممكن حرمان الكثيرين من توفير احتياجاتهم من الغذاء وتحديداً السلع التي تشتهر المحافظة بإنتاجها كالأسماك والخضار. لقناة سهيل الفضائية، عبير علي، محافظة أبين. سلمت مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثة فرع تعز اليوم 30 عربة توك توك للأسر المتضررة من الحرب في إطار مشاريع المؤسسة وبدعم كويتي، وذلك ضمن المشاريع التي تمولها دولة الكويت في اليمن. 30 أسرة نازحة وفقيرة من أبناء مدينة تعز وفي ظل سنوات الحرب والحصار استفادت من هذا المشروع التي تنفذه مؤسسة استجابة وبدعم كويتي. ووسط ترحيب محلي بتلك المشاريع التنموية التي تسعى لها دولة الكويت طوال السنوات الماضية وحتى اليوم لتجسد معنى قويا في الأخوة والوقوف مع الشعب اليمني. نحن في السلطة المحلية لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولكل الجمعيات ولكل المنظمات التي لها بصمات متعددة في مختلف القطاعات هنا في تعز وفي اليمن عموما. كان الكويتيين جنبا إلى جنب معنا من بداية الحصار، دشنا عدد من المشاريع الطارئة ومن المشاريع التنموية الكبيرة. لا يسعنا إلا أن نشكر أيضا كل المؤسسات. طبعا هذا المشروع مشروع تمكين اقتصادي يعمل على التخفيف من الفقر والبطالة في محافظة تعز. نتمنى من بقية المنظمات والمؤسسات الداعمة وكذلك المنفذة في الميدان أن تقوم بتأسيس وإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتعمل على التخفيف من الفقر والبطالة في محافظة تعز. احنا طبعا نشكر الجمعية الكويتية للإغاثة ومؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية في محافظة تعز على دورهم الكبير، ونشكر أيضا دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبان لما يقدمونه لمحافظة تعز من العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية. 30 توك توك ضمن 100 وزعت في مأرب وحضرموت وتعز لتشكل فرصة عمل لتلك الأسر التي تعاني كثيرا من هذه الأوضاع. نحن اليوم هنا في محافظة تعز نقوم بتوزيع 30 توك توك ضمن مشروع تمكين الاقتصاد وتحسين سبل العيش المقدم من الهيئة الكويتية. في البدء نتوجه بالشكر الجزيل لدولة الكويت حكومة وشعبا وأميرا، هذا الشعب المعطاء الذي عودنا دائما أن يكون بجانب الشعب اليمني في جميع عزماته. هذا المشروع سينفس أو سيفرج عن 30 أسرة ليس لها دخل، وسيكون معها وسيوفر لها دخلا ثابتا في هذه المحافظة. أشكر الأخوة الداعمين في دولة الكويت الشقيق للفتتهم الكريمة بدعم الأسر النازحة بسبب الحرب والمشاكل في اليمن، وهذه لفتة يعني أخوية وصادقة من الأخوة الأشقاء في دولة الكويت الشقيق. نشكرهم على كل الشكر لهم ولجميع الخيرين في الخليج العربي. فرحة في وجوه تلك الأسر التي تم تسليمها لتؤكد شكرها وتقديرها لدولة الكويت شعبا وحكومة وقيادة. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. أقامت مؤسسة أثر للتنمية صباح اليوم حفلا تكريميا ل23 حافظا وحافظة لكتاب الله الكريم في منطقة السمسرة بمديرية الشمايتين بتعز، وتخلل الحفل العديد من الفقرات والكلمات التي أشادت بالحافظين والحافظات ودعت أولياء الأمور إلى الدفع بأبنائهم إلى مراكز تحفيظ القرآن الكريم لحمايتهم وتعليمهم لكتاب الله
وسنة نبيه. حضر الحفل عدد من الشخصيات الاجتماعية والتربوية والعسكرية والتي أشادت بما تقدمه هذه المؤسسات من دعم وتشجيع للأبناء وتعليمهم قيم الوسطية والاعتدال. نفخر بأن نرى هذه المخرجات في المديريات التابعة لمحافظة تعز. هذه المخرجات تبشر بأننا بإذن الله عز وجل نسير في الطريق الصحيح، وأن هناك تنسيق متكامل بين مختلف المؤسسات العاملة للقرآن ومكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز. رسالتي لجميع الأخوات والأخوة أيضا أن يلتحقوا بحلقات لتحفيظ القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو فعلا دستور حياتنا، به ستسير حياتنا للأفضل دائما. بالقرآن الكريم نسعد في الدنيا والآخرة، بالقرآن الكريم ننال الشرف والتكريم، بالقرآن الكريم نسمو ونعلو في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة، أيضا بالقرآن الكريم يصلح حال البلاد والعباد. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الكويت تجدد وقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. ناطق الجيش: ميليشيا الحوثي استغلت الهدنة الأممية بشكل همجي وتواصل التصعيد والخروقات. المجلس الانتقالي يضع عينه على محافظة المهرة بهدف السيطرة وتعزيز مشروع التفتيت. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله.